أنت أولا كيف تقرأ التطور الجاري في حضرموت على وجه الحصر؟ الجبهة القومية وجبهة التحرير والرابطة مش متفقين يا أخي. نحن حضرموت ما لنا علاقة بكم جميعا. الحضارم أيضا أكثر تجانسا وأكثر سلمية من الآخرين. لا يوجد دستور حتى الآن مستفتى عليه يحدد شكل الدولة. تحتاج لك 20 سنة 15 سنة تحل مشاكل الحرب. أول شيء عندنا أكثر من 1800 قرار وتوصية لمخرجات الحوار. كم من شأن تنفذها تحتاج؟ هل الأخوة في الشرعية قادرون على الحسم العسكري؟ طيب هذا على مستوى الإقليم، لكن على مستوى حضرموت أين ترى موقعها في الخارطة السياسية القادمة؟ كيف سيكون وضع حضرموت في أسوأ الاحتمالات؟ لقاء خاص يأتيكم في الأوقات التالية.